بحضراتكم من جديد واحد من الناس. الحكمة هي خلاصة المعرفة، وهي عبارات تخاطب العقل والقلب لتكون مؤثرة، تجعلنا نتأمل من خلالها القوانين والرسائل المختلفة في الحياة والدروس المستفادة من كل شيء حولنا. ومن أبلغ وأجمل وأرقى الحكم الشهيرة هي حكم ابن عطاء الله السكندري، هذا الفقيه العظيم الذي أطلق عليه العديد من الألقاب الكثيرة، ومنها قطب العارفين وترجمان الواصلين. كان رجلا صالحا، كان عالما جليلا، كان لوعظه أعظم الأثر في القلوب وفي النفوس، وله مؤلفات كثيرة، إلى أن أهم ما كتبه كان الحكم العطائية التي حظيت بقبول وانتشار كبير، وبعضها يدرس في جامعات كثيرة منها جامعة الأزهر، كما تم ترجمة العديد منها لعدة لغات من الإنجليزية والأسبانية. وخلال الفترة القادمة سوف نقتطع جزءا من برنامج واحد من الناس لنعيش في رحاب هذه الحكم العطائية الجميلة، ويسعدني جدا أن يفسر لنا ويشرح لنا هذه الحكم فضيلة العالم الجليل الشيخ أستاذ الدكتور أيمن أبو عمر، وأيضا يشرفنا الشيخ الدكتور صلاح الجمل. أهلا وسهلا بحضرتكم، وسعيد أن احنا في أولى فقرتنا عن الحكم العطائية في واحد من الناس تكونوا ضيوف أجلاء على واحد من الناس. احنا أهلا بالدكتور. أهلا بالدكتور. أنا سعيد باللقاء حضرتك. أولا يعني كيف ترون ابن عطاء الله السكندري قبل أن نبدأ في حكم هذا اليوم؟ تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يعني خليني في الأول أرحب بحضرتك وبشكر حضرتك على الاستضافة، وسعيد أن أنا في صحبة زميلنا العزيز الدكتور صلاح. الحقيقة بحييك كمان مرة دكتور عمرو على حسن الاختيار. محتاجين إحنا الحكم العطائية علشان نوصل للقلوب، لأن لابد للإنسان أن يتفقد قلبه من حين لآخر. أمثال هذه الحكم تجعل في القلب لطفا ورقة ولين. والحقيقة ابن عطاء الله السكندري كان يظهر عليه أثر النبوغ من الصغر. كان شيخه أبو العباس المرسي يقول: والله ليكونن لهذا الشاب شأن عظيم، لأن الحكمة يقذفها الله عز وجل في قلب الصغير والكبير، وكان له شأن عظيم زي ما توقع شيخه وأستاذه. عظيم جدا، يعني حضرتك كده بتشجعنا أكتر في سلسلة الحلقات. فضلتك يعني ماذا يمثل ابن عطاء الله السكندري لحضرتك وحكمه العطائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بشكر حضرتك برضو على الاستضافة وعلى المقدمة الراقية يعني، ومش هنقول أكتر من اللي قاله الدكتور أيمن. بس ابن عطاء الله السكندري أحد عباد الله المخلصين، وكلمة مخلصين مش ممكن أي حد يوصل ليها بسهولة، لأن درجة الإخلاص فيها تفاني عن الدنيا ورقي إلى الله سبحانه وتعالى. فحينما يتلبس حال من التفكير ويتوغل في أمر ما، فتلبسه هذه الحالة تصل إلى قلبه، يترجمها وجدانه وعقله، فتخرج إلى الناس مستوية، فتجد يعني قبولا واسعا، نحتها بجسمه، نحتها بعقله قبل جسمه. فمن هنا لاقت القبول ليس في مصر وحدها، ولكن في العالم الإسلامي كله. ونحن نعيش في هذه الأنوار الجميلة. وبشكر حضرتك على الاختيار ده، وهو اختيار جديد لم نجده على أي شاشة من الشاشات. ربما بعض العلماء تعرض لبعض الحكم أو لبعض الدروس أو لحلقة من الحلقات، لكن يمشي في هذا البرنامج بتاع حضرتك اللي قبوله واسع ويبقى لي فقرة ثابتة. أنا أحييك على بركة الله. فلنستهل اللقاء بآيات من الذكر الحكيم فيها تفكير يا فضلتك، وبعدين نبدأ بقى ناخد أول حكمة من حكم ابن عطاء الله السكندري إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم صدق الله العظيم أحسنت مولانا مولانا الحكمة تقول لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يختاره لك لا الوقت الذي تختاره أنت. نعم. ابن عطاء الله السكندري. الله الله. اتفضل. هي حكمة من الحكم البديعة. وبتجاوب على سؤال قديم حديث. احنا ليه بندعي وما بنشوفش الإجابة؟ لماذا لا يستجيب الله لنا؟ والحقيقة ده سؤال محتاج وقفة مهمة جدا. لأن السؤال نفسه غلط. لأن ربنا بيستجيب أول ما ابتدأ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما قالش أسمع دعوة الداعي إذا دعان لا قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان بمجرد أن العبد يرفع يديه إلى الله عز وجل والله حيي يستحي من العبد كريم لا يرد أحد بيستجاب للعبد لكن إحنا مش فاهمين ان ربنا سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة احد
أنا بتكلم على قدر علمي، على قدر فهمي، على قدر احتياجي للحاجة دي، وأنا متخيل إن الحاجة دي فيها الخير بتاعي، وممكن ما يكونش كده. أنا شايف الطريق ده هو اللي هيحقق لي الخير، بس أنا علمي محدود، علمي يسبقه جهل ويعتريه نسيان، وعلمي ما هوش شامل. أما علم الله سبحانه وتعالى علم لا يسبقه جهل ولا يأتي عليه نسيان، وعلم الله عز وجل أزلي أبدي. يا دكتور عمر، الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يبقى أنا أسلم ولا لا؟ هو ده اللي عايز يقوله ابن عطاء الله السكندري، عايز يقول لك سلم الأمر لله سبحانه وتعالى، لأنك ما تعرفش الخير فين. اللي انت مستعجل عليه ده ممكن يكون الشر وانت مش واخد بالك، واللي انت بتهرب منه ممكن يكون الخير وانت ما تعرفش. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ويختمها الآية بإيه؟ بقوله سبحانه والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وشوف جمال التعبير عند ابن عطاء الله السكندري، بيقول لك انت بتاخد بالأسباب وبتدعي وكمان بتلح على الله عز وجل في الدعاء. ما هو الدعاء ليه شروط، ان يكون خالص لله سبحانه وتعالى، اني ألح على الله عز وجل، لان ربنا سبحانه وتعالى يحب من عبده ان يلح عليه. الدعاء ده عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يوصف الدعاء خلاه هو العبادة كاملة، قال الدعاء هو العبادة. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول إن الذين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي. العبادة هنا بمعنى الدعاء. فكأن ربنا سبحانه وتعالى وصف العبادة كلها بأنها الدعاء. ليه؟ لأن الدعاء فيه إقرار بضعفي، إقرار بقلة حيلتي، إقرار بإن أنا مش عارف وبسلم لك الأمر، إقرار بإن أنا بفوضك وبقول لك أنت وكيلي يا رب اديني كذا، لا حول لي ولا قوة إلا بك، أنا ما أقدرش أوصل لده غير بيك. وعشان كده ربنا سمى الدعاء عبادة، لأن الدعاء ذل وانكسار لله سبحانه وتعالى، والذل لله عز، والانكسار لله عز وجل رفعة. لأن كل ما تذل نفسك لله عز وجل كل ما ربنا يرفعك. سيدنا النبي قال إيه؟ واسجد. ربنا قال إيه؟ واسجد واقترب. وسيدنا النبي قال إنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك بها درجة. ليه؟ لأنك بتقول له أنا تحت، أنا عبد، راسي أهي، ناصيتي، أشرف معين. محدش فينا يقبل إن واحد كده يمسكه من الحتة دي كده دي يبقى فيها إهانة. لا، أنا باخد المكان اللي بتشرف بيه، المكان اللي هو أنا بأتباهى بيه، وبحطه للأرض، أمرغه في التراب لله عز وجل. ده معنى التسليم. اوعى تتخيل إن ربنا منعك الحاجة اللي أنت عايزها عشان ربنا بخيل. ربنا مش بخيل، وعنده كل خزائن الموجودات والمخلوقات. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، يمكن يدي لك اللي انت عايزه، يكون في سبب هلاكك، يكون في سبب ضياعك. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بقدر معلوم علشان انت ممكن تاخد حاجة تكون سبب في ضياعك، أو ممكن يكون زي ما هو بيقول، اوعى تتخيل ان ربنا دلوقتي هيديك في الوقت اللي انت عايزه، هيديك لكن في الوقت اللي فيه مصلحتك، الوقت اللي فيه الأفضل ليك. في الأثر ورد أن الله عز وجل يقول إن من عبادي من لا يصلح حاله إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح حاله إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح حاله إلا المرض. يا المرض، أيوة، ممكن يكون هو ده الخير ليك، ممكن تكون العافية بتاعتك في المرض. ما هو العافية مش معناها ان يحصل لك اللي انت حبه، العافية ان ربنا سبحانه وتعالى يسوق لك من الأقدار ما فيه خيرك. سيدنا عمر كان بيدعو بالعافية وقتل شهيدا وهو يصلي بالناس الفجر. سيدنا عثمان كان يدعو بالعافية وقتل شهيدا. سيدنا علي كان يدعو بالعافية وقتل شهيد، لأن هي دي الحال التي ارتضاها الله عز وجل لهم. بيقول لك ما تختارش لنفسك، سيب ربنا يختار لك. وإن من عبادي من لا يصلح حاله إلا المرض، ولو أصححته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح حاله إلا الصحة، ولو أمرضته لأفسده ذلك. فضلتك كتير، يعني
عشان يمكن يعني سبحان الله انا يعني اخترنا هذا هذه الحكمه العطائيه في البدايه. في ناس يقول لك دعيت وما استجابش، ده غاضب علي، ربنا مش راضي عني، دعيت وألحيت في الدعاء، فيرد آخر يقول له إن شاء الله ممكن يتحقق الدعاء لكن مش لازم في اللحظة، الإلحاح في الدعاء، ومشايخ يقولوا ألحوا في الدعاء فيلح العبد في الدعاء، فلا البعض يستجاب له والبعض لا يستجاب له، فالبعض يشعر رغم أنه قد يكون رجلا صالحا طيبا نقيا قائما صواما قواما، فيقول وانا انا عملت ايه يا رب، انت زعلان مني في ايه يا رب، عشان في اعتقاده ان الله لم يستجيب لدعاءه. فجاء ابن عطاء الله السكندري حطها لنا كده على ببساطه في حكمه عشان نوضحها للناس. السؤال، هل كل انسان يطلب شيئا من الله ولا يستجاب له؟ هل هذا دليل على عدم قبول الله له، رضا الله عنه، أم أنها وحكمة لا يعلمها إلا هو؟ حكمة، وحكمة بالغة، لأن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا وله فيه حكمة، هو الحكيم، والحكيم هو الذي يضع كل شيء في موضعه ويظهر كل شيء في الوقت الذي يليق به. هو استجيب لي زي ما احنا قلنا، إما بأن ربنا سبحانه وتعالى دفع عنه من الضرر بمثل ما دعا، هو ما يعرفش، أنا كنت عايز أشتغل في شغلانة معينة أحسن بها دخلي ودخل يعني مادة لبيتي ولولادي وأستطيع أن أنا أجابه أمور الحياة، لكن ما حصلش أن ما لقيتش الشغلانة التانية دي، ما هو ربنا بارك لك في ابنك وانت مش واخد بالك، ابنك انت قاعد معاه سهران معاه بتسمعنا دلوقتي، وغيرك ابنه بيجري بيه في مستشفى الفلاني في مستشفى الفلاني ويتمنى ان هو يكون في حالة من الشفاء وفي حالة من العافية، ربنا استجاب لك بس انت مش واخد بالك. ده كمان من جميل ما يقال في استجابة الدعاء، ان العبد يأتي امام الله عز وجل يوم القيامة وعايز يقول له يا رب انا يعني دعيتك بحاجات في الدنيا وما اخدتهاش، فربنا يقول له انت دعيت بكذا واخدته، نعم يا رب دعيت بكذا واخدته، نعم يا رب، يقول له طب انت دعيت بكذا وكذا وكذا وما اخدتوش، يقول له ايوه يا رب، يقول له تعالى اديك في مقابل ما دعيت النهارده فين، في الجنه، في ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللحظه دي يتمنى العبد انه لم يكن استجيب له اي دعاء في الدنيا، فما تقولش ربنا ما استجابش لي، ربنا سبحانه وتعالى اعطاك، ربما انت لا تدري، ربما انت في نعمه لا تشعر بها، ربما ربنا سبحانه وتعالى دفع عنك ما دفع، او ربنا اخر الاجابه دي للوقت الانسب والافضل لك، وهو ده التسليم لله سبحانه وتعالى. الله. طيب يعني يمكن احنا فقرتنا في نهايتها، ارجو ان تدعو بان نؤمن خلفك، والحديث بقي ان شاء الله مع الحكم العطائيه. اللهم لك الحمد يا ربنا يا رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، لك الحمد إلهنا لك الشكر إلهنا على ما أعطيتنا وتعطينا وتكرمنا يا كريم يا الله، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، فهمنا يا ربنا من آياتك، اسقينا يا ربنا من علمك، نور أيامنا بالتقوى يا عظيم يا الله، اللهم زدنا هدى وتقى يا كريم بنا يا الله، ألهمنا يا
ربنا أن نستغفرك بعد كل معصية يا ربنا. ألهمنا يا ربنا أن نشكرك حق شكرك بعد كل عطاء لنا. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، أهلنا يا ربنا، أهلنا يا ربنا لنكون من حزبك المفلحين يا الله يا الله. يا حنان يا منان، أكرمنا بالقرآن وبتلاوة القرآن، وفهمنا من أسرار القرآن، وعلمنا من أنوار القرآن، واجعل القرآن صاحبا لنا في منامنا، في محيانا ومنامنا، في ليلنا ونهارنا، واجعلنا يا ربنا ممن يسجدون لك تلذذا ويتقربون لجلالك خشعا، محبين قانتين موحدين مخلصين يا الله يا الله. يا حنان يا منان، بارك لنا في بلدنا يا ربنا، وافتح لنا فتحا مبينا عظيما عزيزا يا الله. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك، بشكر حضراتكم جدا، وإن شاء الله للحديث بقية عن الحكم العطائية.